مشكلات الشفويات متعلقه بالسياسه العامه انطلاقا من الحاجيات التي يتم تحديدها على ارض الواقع، وهذا يجب ان يتم. هناك اهتمام كبير في السياسات العموميه في بلادنا بالقضيه الماء، لان الماء مهم سواء الماء للشرب او للسقي، وبالتالي هناك جهود كبيره دارت. اليوم عندنا مخطط اولوي للماء 2019-2023، وهو الحمد لله ننفذه على عجل. علاش؟ بغينا نشوفوا المناطق اللي فيها خصاص، مناطق اللي فيها حاجيات اللي يمكن نزودوها بالماء. ولكن عندنا واحد رؤيه استراتيجيه للمستقبل عن طريق وضع المخطط الوطني للماء 2020-2050، لانه هو الان تساقطات المطريه كل عام في بلادنا كتنقص، الماء ديال الشتاء كينقص كل عام، هناك التوزيع ديالو حسب المناطق كيتغير، التوزيع ديالو الزمني كيجي مره الماء كيجي في الخريف، واحيانا كيجي في الاخر ديال الصيف، واحيانا كيدخل حتى الربيع. ما عندناش، ما بقاش انتظام كما كان. هذه التغيرات المناخيه جميع دول العالم كتعاني منها، وحنا من الدول اللي كتعاني اسمه. فلذلك هناك برامج خاصه لتجاوز هذا الاشكال، وخصوصا البرنامج الاستعجالي اللي كنديروه لتزويد المناطق اللي فيها الخصاص في الماء في الصيف اللي ما عندهمش حتى الماء ديال الشرب. حددنا واحد 6336 دوار اللي قلنا هادو خص تزويد بالماء الصالح للشرب عن طريق الصهاريج او عن طريق شاحنات صهريجيه او عن طريق وسائل اخرى استعجاليه، باش ما نخليو حتى شي مواطن بلا ما يوصلوا الماء الصالح للشرب. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.